هسه انت سمعت بالوليد رئيس هيئه النزاهه والتحقيقات بالانبار بس اللي بالبيض طلعن 30 مليون دولار، والدوله والحكومه والقضاء والنزاهه تعرف وياه الجابه وياه الحماه وياه الوقف وياه. زين المدير عنده 30 مليون، شات كبير ايش قد عنده؟ ايش قد منهوبين احنا؟ مدير عام ببيته 30 مليون؟ أنا معك الـ 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 المشكلة كبيرة وكبيرة جدا، ولذلك أطلق عليه تسميتها سيد رئيس الوزراء بجائحة الفساد. أستاذ أنا أدري المشكلة كبيرة، أستاذ سبحان العزيز كانت على شفا، أنا أدري أستاذ سبحان يعني الوظيفة العامة بالدولة كانت على شفا. خليني أخدمك ولو أقاطعك معذرة، اليوم الناس خليني اقاطعك معذرة، انا اعرف المشكلة كبيرة، وهذه مو مشكلة، هاي مو مشكلة، هذه جريمة كبرى. انا اتمنى منكم انتم ان تنشروا تحقيقات رئيس هيئة النزاهة اللي بالانبار او بالتحقيقات بالانبار منو كان وراه، وتنشرنا تحقيقات نور زهير منو كان وراه، حتى نعرف السفلة، مع احتراماتي لك وللمشاهدين الذين في الكواليس لا يمسهم القانون. هيك نقدر نبشي نبني دولة. شوف من اللي ورا نور ومن اللي ورا بالانبار، سنين اصرخ على الانباران، سنين. نعم، حقك. التوجه يعني انت تدري هاي القضايا الاعلان ما اعلان عنها قد يعني يؤثر على حتى التحقيقات القادمه. مو هو المهم الإعلان، المهم أنه هو انمسك وبالجرم المشهود وبكل أدوات الجريمة وأودع بالسجن، وأكيد راح عند اعترافات كبيرة نعرف من الوراء. أنا قلت لك أسلوب من أساليب مكافحة الفساد هو الإدارة الحازمة. أنت بالإدارة الحازمة ستحرج حتى المظلة السياسية إن وجدت. إذا أكو مظلة سياسية لمجرم لفاسد، من خلال الإدارة الحازمة تستطيع إحراج هذه المظلة السياسية، وبالتالي تسحب تأييدها عن هذا أو ذاك، أو تتوخى الحذر في المرات القادمة في أن ترشح ناس. والله جميل جدا، هذا عندي سؤال، هذا جميل جدا، عندي سؤال. بعد اعترافات صفقة القرن وما أدلي بها اعترافات مخفية، وصلنا قسم منها، هل أحرجت القوى الرافعة والداعمة والتي أفسدت بصفقة القرن؟ صار إحراج إلى حتى لو بحكاية مثلا واحد يقول له يابا ترى استحي كافي بطل، أحرجت هذه القوى أو هذه الزعامات باعترافات صفقة القرن أو بعد الاعترافات؟ اكتمل التحقيق بها وكل من ذكر صاحبه بخير صارا. أنا أعتقد أحرجت كثيرا إذا كان هناك قوى سياسية تظلل نور زهير. إن كان هناك قوى سياسية ظللت فترة من الفترات أو صارت لظل أو حماية، فأعتقد أحرجت كثيرا. والدليل على أنه الكل الآن موافق ومؤيد لرئيس الوزراء في العمل على إيقاف الفساد بشكل جذري. الكل ما معترض اليوم، والكل مع توجهها في إيقاف الفساد اليوم. إيقاف الفساد عملية مهمة جدا، لأن كنا في مهب الريح صراحة، أو أصبحنا على مهب الريح لولا هذا التحرك اللي دارك الموقف من استلام رئيس الوزراء لحد الآن. فأعتقد أحرجت كثيرا، ويبقى ملف نور زهير والآخرين صفقة القرن هي الآن في القضاء وليس عند الحكومة، والقضاء أكيد لا نشكك في مواقفه وكفيل بأن يضع النقاط على الحروف، ونشوف النتائج قريبا.